مدحويناها جمهوريادة سومالي لان مدني موسى بيحي عبدي وكدولي يلا بدا سنضوضي وقتي اللوغو داري ايا وحا وحكب ديلي دونا سياسة دي سيدا يلو حقوق علي انقو سوسمين وحنا ميسكا وصارن قوروين سياسة دي دو اسكو شاندين تسوس عطا كجري دون تا تاسو كاقايب غادان دون تا ولولاها وحسبقا كلمية لقل ايو أفر إيو طبان كورور سياسي إيو لابد حسب معارة تاسي و دردر عصوب أي لاي من دونا أنجا مامير تا سياسة ديدي و مدحوين بيحي مقعاب دونا ديگان عصوب إيو مدحوين بيحي كشو بي دونا حكومة ديسة إيو مسوليين تا عصوب إلا مقعاب دونا أيا نقونا أيك وسي دردر قليا حوش الدولة دو أي هايسو هدابا إسكو شاندين تانو مدحوين بيحي سو وضيا كو أي دونا حلال كودا ياسي إلا مقعاب دونا وربيحين تينان اياي نكسو كوبي دونا مدحوين بيحي ايا واحاو حيلك سوها ايا فرسان نضوضيو ديراد وحانا و اسبدلو كالدودوان كسميشري حكومة ديسا سيد عادة واحد اسبدل كان هادا نسوغا ني ايا كامد نقونا ايا كوي ونهوريها سياها تيوحو كغدوان يهي وقت كان كان بين كالاقو تشرو رو سياسة دياد يدا ايا صحاب تبادن ايا واحاي حيسوي اي ليسا مقعابي تانكا سياسي انتا وقت اغان حادر كااكو صوبيك مكواسي وكا قيب قادان ايا صوبيحي تانكا حسبيكا كلمية او ترتنا دقلي دونا ايا وليبا خلافكا دورشو ينكا او مدو ينكي ودن بيسي سومالي لان رقادي ايا ينكستوي منكا قبي قبي كدوية هاي سيدو وكالي انتاسي واحد دير ديگان دورشو ينكا جمورية دا سومالي لانو اي كلا ريحان ايا نور رضا ايا صحابتي هري وچرتي كواسي او مد وليبا كوم انتدا ايا سيدي وو صوبيحي لها isku shaandaynta madaxweyne biixi soo wado ayaa iyada oo taaka duuleysa waxa ay ilo xogogaali nagu soo simeen wasiirka arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda Soomaaliland in loo magacaabi doono safiirkii hore ee Soomaaliland ee waddanka Kenya baashliyihii oo Imaaraadkana sida oo kale danjire ka soo ahaa waxana uu muddo dheer ka soo tirsanaa xisbiga kulmiye ee talada waddanka labada goor ku guuleystay sida oo kale madaxweynihii hore ee Soomaaliland Ahmed Maxamed Maxamuud Siilan iyo ay qoys loo hayeen تنشير باشي او كوچيري وريكتدي هوري او مدحوين بيحي كو مقعابي قولاها اسا وسيرها دا ايا واح الله مقعابي وسير كو حيجين كاسي او او سلوغي واحنا او ماان تكمد يهي غوروين تكمد نقون دون تا اسكو شاندين تا او مدحوين بيحي سو ودا تاسي او لوغا فرسان واي وقت كان اداج هردن كدورو شوين كلاغو چروين او كمد نقضو حكومة دا مدحوين بيحي ايا هنشادا حسبيني مادا كلميه waxaan la filayaa inuu qaban doono jagada wasiirka arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda Soomaaliland sida oo kale waxa jirta masuuliyiin badan oo saameyn ku leh siyaasadda Soomaaliland oo ku jiri doonta isku shaandhaynta madaxweyne biixii uu soo wado waxaan xilalka ku waayay doona sida ay ilo xogogaali nagu soo simeen wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Ciise Kaydi iyo masuuliyiin kale inkasta oo ay wareegtadani ku xadfantahay weli xafiiska madaxweynaha wixii kale ka soo kordha waxaan idin kula wadaagi doonaa warbixinaha soo socda ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada u la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.